أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، والهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع للجميع داخل القطاع. وصرح أبو خلف أن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والأغذية والأدوية والمضادات الحيوية والأمصال. وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت من الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية بعدما حالت الاشتباكات الدامية التي استمرت 48 يوما دون تواجد فرق الوكالة، والتي أجبرت على النزوح إلى الجنوب، مؤكدا أن هدف الوكالة تقديم الخدمات بكثافة حاليا حتى يتجنب أهل غزة الأوبئة والأمراض. أدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات أدلى بها النائب في البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في فلسطين. وفي بيان لها شددت الرئاسة الفلسطينية على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن دولته المستقلة أقرتها الشرعية الدولية في هذا الوطن وليس في أي مكان آخر، مؤكدة أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق بغير هذه الدولة الفلسطينية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن المنظمة تمكنت مع شركائها الأمميين ولجنة الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل 22 مريضا و19 مرافقا لهم بأمان من المستشفى الأهلي شمال قطاع غزة إلى الجنوب. أشار أدهانوم إلى أن المنظمة قادت قبل يومين مهمة أممية مشتركة أخرى لنقل 151 مريضا وأقاربهم وعاملين في المجال الطبي من مستشفى الشفاء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في نابلس وجنين بالضفة الغربية. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق للأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سيناء، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. إلى ذلك أصيب 7 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال عودتهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة.